كما كتلاحظوا هادو هما البيتزا اللي عندي هنا كما تلاحظوا صالي ديالي عليك الياس والتحدي هو شكون اللي عيسالي الاول اول واحد فينا عيسالي عيحكم على الثاني لا ما نقولوا الحكم دابا حتى الثاني اصبر تقش تعملي قبل كل شيء لازم تشوفوا كيف حضرنا هذه البيتزا بطريقه سهله وخفيفه وفي مده وجيزه. نمر للمطبخ ونشوفوا طريقه تحضير البيتزا. سنحتاج لطبخ البيتزا التي رأيتنا نأكلها. سنضع ماء دافئ في وعاء، نضيف إليه الخميرة الفورية، نتركها لتتفاعل لدقائق معدودة يعني ليس كثيرا، ونبدأ في إضافة الدقيق بشكل تدريجي. نضيف الدقيق بشكل تدريجي ونخلط، لا نحتاج لا لدلك ولا لأي شيء، فقط نخلط بالملعقة وتكون هذا هو القوام. قوام يكون خفيف قليلا، نضعها لتختمر لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة، وبعد ذلك نأخذ صحن نرش فيه الدقيق، نفرغها من الهواء ونعيدها إلى نفس الوعاء، نصب عليها زيت الزيتون ونخمرها للمرة الثانية إلى أن يتضاعف حجمها. أخذت مدة نصف ساعة لأن الجو بارد. بعد ذلك قسمناها إلى قطع التي نحتاجها، قسمناها إلى 5 أجزاء. نحتاجنا كيلو من الدقيق، أنتم استعملوا الكمية المناسبة. بعد ذلك أخذنا فردنا العجين في الإناء، عملنا ثقب بالشوكة، أضفنا صلصة البيتزا. ستجدون الكثير من الفيديوهات على قناتي كيفية صنع صلصة البيتزا. أضفنا التونة، ممكن أن تضيفوا أي شيء تحبونه، قطع دجاج، كفتة، أي شيء تحبونه. بعد ذلك أضفنا الزيتون أضفنا الزيتون وكلمة أخيرة أضفنا الجبن، وبعد ذلك نضعها في الفرن إلى أن تتحمر. لا تأخذ مدة طويلة، ربع ساعة، وستجدونها قد جهزت. هذه هي الكمية التي حضرناها، 5 صحون. والآن لنمر إلى المسابقة. التحدي هو شكون اللي عيسالي الاول، اول واحد فينا عيسالي عيحكم على الثاني. لا ما نقولوا الحكم دابا حتى الثاني اصبر تقش تعملي الزربه بحال ديك مره كنت سبقني بلاتي يعني عندك كتو قدير كتو ياك عندك يكون حاكم تكون حاكم شو أقول لكم؟
الفرجه. ما شاء الله عليك إلياس. بيتزا سريعة زوينة عطاك تجي في العالي. ها هي مع لعب خاصة على وجهه باش ما يبانش الكارثة. عري خليهم يشوفوا المنظر الطبيعي. بيتزا من السندويتشات. بيتزا كمل البيتزا ديالك. شفتي دغيا دغيا هذا هو الحكمة الشعر اليوم ان شاء الله غنديرو. لا 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 حاصد لي شعر الياس. لا ما فيش خصني الموعد. ويلي 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 ما عمرك ما تهضري انت كتساعد الصوت كيجي باشيع. استخدموا المسح المسح ولكن سلمى 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 خواص خواص يا عتقي عتقي درت واحد على واحد. ياري ولي مريم كي ولات مريم كي ولات من درتيها على حداك جات بحال تاكوس ساندويتش تاكوس تاكوس كبير تخرجها وحده على وحده. عندي شي ماده انا عندي شي ماده. ناري 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 اشوف الجبر التفصيل بالحس داكشي اللي في التفصيل يتنحس. انت باقي لك عادي كالبلعه. وضغي ضغي سلمى. اي ناري ناري عليك شبعت وضغية. امشي الدور يا رسول الله امشي الدور. تعال تبلع. ويلي 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 ما فهم. ويلي وحدي عندك العيل جيم. امشي الدور مسحه مسحه حرس يدي حرق لي. هي سلمى بصراحه يعني بالمصداقية وكانت كتاكل شويه وكتنضاق شويه. هذا انت كنت يعني كتعمل شي خليك عنده من اللسان الى المعده. كان شي حاجه سميتها الطحن. لذلك هي اللي غتحكم عليك ونشوفوا الحكم ديالها وعاد نفذوه قدام المشاهدين. ايوا تسلم عليك.
شوف مع انا الدور ديالي في الحياه هو غسل المواعن ايوا خليك وين غسل المواعن تشوفوا كي غسل المواعن كنت يعني كنتمنى تقولي له غندير لك الموسم الحصاد ونصب لك الشرب خفيش دابا نمشي للحسه صافي يلا الله ايوا دابا هاد البيتزا اللي ربحت سلمى هي البيتزا غتبقيتها كيربحها ها خليها حتى لي ايضا بصحتكم وراحتكم الله يعطيك الصحه على الدعم ديالكم شكرا على الحب ديالكم شكرا على الاخر وندوزو نشوفوا هذا السي السيد كيغسل المواعن دعموني 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 غسل المواعن على قلبك غسل يلا غسل بيتي ايسو غسل حك مزيان هاري انا حرتاحت اليوم يلا غسل الله ما بقاش وسخة تنهبطو لك بحال اللي كدير لي ماما صوف سلام عليكم نشوفكم تحدي جاي باي باي يمشي انا الناس سلام in a world where you feel cold you gotta stay cold